ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه قصيدة البردة للإمام البصيري رحمه الله. يا أيها المشتاقون صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يا
يا أكرم الخلق ما لمن أعوذ به سواك عند الولود للحديث الأمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع صلى الله عليه وسلم.